أنا جيت. ما في ولا إنسان يلعب لعبة فري فاير وما يعرف هذا الاسم وايت 444. اليوم راح نسوي تحليل شامل عن شخصية وايت من الصفر إلى وايت الآن. صدقني إذا كنت تعرف وايت راح تستمتع في هذا الفيديو كثير. إذا كنتم متحمسين حطوا لايك واشتركوا بالقناة. لكن قبل ما نبدأ الفيديو، اليوم جبت لكم موقع جديد لربح جواهر فري فاير مجانا. رابط هذا الموقع موجود تحت في صندوق الوصف، وإذا ما تعرف تدخل إلى صندوق الوصف هذا هو الفيديو تبعي مثلا، اضغط على العنوان راح يظهر لك صندوق الوصف وهذا هو رابط الموقع. فكرة الموقع سهلة جدا، أول ما تدخل للموقع راح يقول لك ما هو مستواك في اللعبة، راح تضغط راح تكتب الليفل تبعك وتعمل تأكيد. بعدين راح تطلع لك هاي الصفحة مباشرة، اكتب الاي دي تبعك وتأكد انك ما غلطت بالاي دي واعمل تسجيل دخول. بعدين راح تظهر معك هاي الصفحة، انت اختر كمية الجواهر واعمل استلام. احنا راح نختار فقط 100 جوهرة مشان نجرب الموقع، ومثل ما انتم شايفين بعدين راح تطلع لك هاي الواجهة انه تم الشحن في حسابك بنجاح. رابط هذا الموقع موجود اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ليتس جو اساطير، بدأنا الحين. وش راح نسوي؟ راح نحلل شخصية وايت من الصفر الى الان. طبعا يا اساطير كلياتكم بتعرفوا وايت، لكن هل بتعرفوا وايت القديم؟ الحين راح افرجيكم وايت القديم. مثلا هذا الفيديو هو اول فيديو موجود في قناة وايت، خلونا نشاهده مع بعض ونحلله تحليل كامل. اوكي، لو تلاحظوا اول شيء الاسم ليس وايت اصلا. اوكي، كينج دبليو اس، يعني احتمال هذا الفيديو اصلا وايت لسه ما قرر انه يخلي وايت هو الاسم الخاص به. نشوف وايت قبل ما يصير وايت اصلا. اوكي، فيديو عادي جودة سيئة جدا، لكن راح نشوف اللعب الحين. اوكي، هيت شوت. اوكي، الاسم كينج دبليو اس مثل ما انتم شايفين في كلان اش اس هيروشيما الغني عن التاريخ. شوفوا هذا الفيديو بيقدر انه يسويه اي انسان الان، لكن ما يقدر انه يسويه اي انسان بهذاك الوقت. المهم الفيديو عادي جدا، بداية وايت بداية كانت شبه فيك تقولوا يا شباب عادية. اوكي، فينا نقول انه بداية عادية، لكن ليش وايت صار وايت؟ يعني وايت شباب، شيء الفخامة، شيء الكبير جدا. خلونا نحلل كمان شيء ثاني، خلونا نشوف هل هذا هاك. اوكي، من هون لا يا شباب، انا شاهدت كثير فيديوهات الوايت. اوكي، شوفوا الفيديو الرابع، خلاص راح نعطيك التحليل شامل. خلونا نشوف هذا الفيديو. اوكي، وش فيه؟ هذا الفيديو اللي قاعدين نشاهده الان في سنة 2019، يعني قبل 5 سنوات تقريبا. ليتس جو. اوكي، وان شوت. تعرفوا شو يعني كلمة وان شوت في 2019؟ شيء كبير جدا. اوكي، من الاخر اقول لكم والله، بدون تطبيل بدون اي شيء. مونتاج شباب، مونتاج قديم. جيجي قاعد يسوي رياكشن. اوكي صديقه، كيفو؟ شوفوا ضرب اصفر. اوكي عادي، ما قريت الاسم لسه، ما غير اسمه وايت اتوقع، لساته ليس وايت، فقط كينج. اوكي، شباب الحركة اللي سواها الان لو تسويها في الزمن اللي احنا فيه الحين راح تفرح، فما بالك في 2019. ردة الفعل اللي قاعد يسويها هذا الشخص اللي قاعد يشاهد، اللي هو يلعب معه وهو ميت، ردة فعل طبيعية جدا. اوكي، لا تسليك ولا اي شيء، ردت يا اخي حركة قوية جدا يا شباب. لحد الان لسات وايت في البدايات، كيف وصل الى هذا الليفل وهي الشهرة وهي الارقام؟ وما يهمني الارقام، الشيء اللي يهمني اكثر وايت شباب. الحين لو تضرب هيت شوت يصير يقولوا لك انت وايت، صار فكرة ما صار انسان، فهمتوا؟ خلونا نشوف فيديو اخر. هذا الفيديو قبل 4 سنوات في سنة 2019 مثل ما انت شايفين. هذا الفيديو كان سبب شهرة وايت، وانا عرفت وايت من هذا الفيديو فقط. اوكي، مش هذا الفيديو، من هذا اللايف تبع هذا الشخص اللي اسمه وسي موس، صار اسمه وايت خلاص شباب. 2019 غير من كينج دبليو اس الى وايت. اوكي، اشتركوا حركات، لساته حاط اللوجو تبع، اوكي غير وايت 444 لو تلاحظوا. شوفوا اللوجو القديم شباب، لا ارنب، لسه ما نزل ارنب في فري فاير اتوقع اصلا. اوكي اتوقع، ما ادري، لسه ما نزل يا ابو، هو مش لابس ارنب. قاعد يلعب ايش؟ ام بي 40 وسلاح ام 500. خلينا نشوف هيك، عنده 3 كلات صار عنده 4.
شباب عنده الان لكن ضرب وان شوت ما ضرب كثير رصاصات. تخيلوا انك تصير تلعب روم، هاي الروم كليتها كنت يوتيوبر، فهمتوا؟ كل اليوتيوبرز مسوين روم وايت يلعب بهذا الاداء. صحيح ليش اليوتيوبر اللي الحين ما صاروا يسووا هاي الرومات ومشاركه مع بعض؟ ما ادري يا شباب، انا ما عندي مانع. اوكي انا ما عندي اي مانع. هنا جاء الفكره والاسم وايت 444، وفي كثير ناس راح يقولوا وايت 44 ليش اختار هذا الاسم؟ انا راح اقول لكم ليش. لو تدخل الى اليوتيوب وتكتب بلاك ان 444 راح يطلع لك هذا الشخص البرازيلي، هذا اكثر انسان عمل ضجه في البرازيل بهذاك الوقت. اوكي وكان اسمه بلاك 444 مثل ما انتم شايفين. هذا الشخص كمان يسحب ويرجع نفس وايت بالضبط. اوكي بس هذا الشخص اقدم من وايت، اسم وايت اقتبسه من هذا الانسان، حتى ان وايت عمل معه 1v1 وتغلب عليه التحدي الذي ينتظره العالم باكمله، وايت 44 ضد بلاك 444. الحين شفنا بداية وايت وشفنا ليش اختار اسم وايت 444. الحين خلينا نشوف هذيك المرحلة اللي تجي بالوسط، هذيك المرحلة تبع الشهرة، البناء للشهرة. اوكي لو ندخل هوني شباب الى اقدم الفيديوهات، لكن ما راح نروح لاقدم فيديوهات، راح نصير ننزل شوي شوي. اوكي شوفوا وايت نسبة التطور، شوفوا شباب الصور المصغرة اللي صار يسويها اسطورية، صار يسوي مونتاج، صار يسوي محتوى متعوب عليه، العودة بقوة، لعب غير طبيعي، شاهد كيف يلعب، صاحب افضل نسبة هيت شوت 70% كانت شيء خرافي بهذاك الوقت. شوفوا شباب صار في كثير اشياء، صار يسوي مقلب النوب، اعداداتي للهيت شوت، شوفوا اعدادات وايت. اوكي شباب شوفوا شكرا على 10,000 مشترك، شفتوا شباب هاي البداية. اوكي شوفوا الحين اعدادات تبع وايت انه يلعب بالبي سي، شيء عادي جدا. اوكي شيء عادي، ليش وايت صار الان اللاعب الواو؟ هون بدأ ينشهر وايت، هون في هاي الصورة، هاي الفيديوهات اللي انتم شايفينها امامكم، هاي ال 12 فيديو وهذا ال 12 فيديو وهذا ال 12 فيديو، كلهم كان عندهم دور انه ينشهر وايت. اوكي لانه كل الفيديوهات هذول اغلبيتهم فيديوهات مليونيه، لكن كل فيديو يتكلم على شيء جلد 2 دقائق 4 دقائق 16 دقيقه، بالرغم من انه هذا الشيء بيخرب خوارزميه اليوتيوب لكن ما يشتغل مع وايت، لانه كل الناس بدها تعرف هذا الانسان يلي بيلعب بالارنب الازرق فقط. لو تلاحظوا كل الصور المصغره عنده هون الارنب الازرق، الارنب الازرق هذا كان بشكل مجاني اصلا. اوكي كان في حدث ترسم الارنب يطلع لك الارنب، خلاص ايزي بيزي. لهيك وايت انشهر، وايت الارنب، وايت الارنب، كل الناس صاروا يخافوا انهم يلتقوا بهذا الشخص داخل اللعبه. خلونا الحين نشوف اي فيديو عشوائي من هذول الفيديوهات، نضغط بشكل عشوائي ونشاهد. اوكي مشان ما نختار فيديو اسطوري، اغمض عيوني اند ليتس جو. هاد اوكي هاد يلا ليتس جو. هذا الفيديو بعنوان النهايه. اوكي يلا فرجينا نهايتك يا وايت، هاي بدايه يا وايت ليست نهايه. اوكي شوفوا شباب وان شوت الاولى، شوت الثانيه، شباب لعب خرافي بالنسبة للإنسان يلعب هذاك الوقت. أوكي شيش إلى حد الآن ما في أي سبب يخلي وايت أشهر شخصيا في لعبة فري فاير إلى حد الآن. الحين أنا رأى أقنعكم، لا تخافوا شباب، رأى أقنعكم وأخليه مش بس أشهر شخصية. شوفوا وايت قاعد يلعب بشكل عادي، صار وايت مثله مثل تقعيدين، مثله مثل بيانال، سايبلوس، الناس المشهورة بهذاك الوقت قاعد أحكي. أوكي وكفي اللي ست مشهورين إلى حد الآن وفي اللي اعتزلوا، بس كان وجه مثل الوجوه اللي قاعدة تكتسح الساحة، كان في نفس الليفل معهم. اوكي كانوا كليتهم نفس الليفل. الحين سوى شيء ما يسويه اي انسان عادي، نوبرو كان ترند لعبة فري فاير لانه فاز بكأس العالم، بعدها اول لاعب عربي يتحدى اللاعب البرازيلي نوبرو، لن تصدق النتيجة. هون انفجار وايت، هذا ما يكفي. اوكي هذا ما يكفي، راح اقنعكم بعدين لا تخافوا. اوكي خلينا نشوف وايت شو سوى معنا. اغلبيتكم شافوا هذا الفيديو، اي شخص يعرف وايت توقع انه يكون شاهد هذا الفيديو، لكن في ناس اذا يشوفك تضرب هيت شوت يقول لك انت وايت، بالرغم من انه عمره في حياته ما دخل الى قناه وايت. اقول لكم ليش، حتى هاي راح اقول لكم ليش. ليتس جو خلونا نشوف وايت كيف لعب ضد النوبرو. كلياتكم شفتوا هذا الاشي، بس انا بدي اشوف على الاقل جوله واحده. اوكي وايت ضد النوبرو، شوفوا شباب التصوير من الطرفين
واحد ضد واحد. فرصة هاي ما اجت لأي لاعب عربي، مش بس أي لا أي يوتيوبر أي ولا شخص عربي جاته الفرصة أنه يلعب ضد وايت واحد ضد واحد، وإلى حد الآن ولا واحد جاته الفرصة أنه يلعب ضد نوبرو واحد ضد واحد. وبتعرفوا ليش لعب معه 1v1؟ لأنه دخل عليه ستريم سنايب، دخلوا في السكواد مع بعض وقال له نوبرو، قال له وايت أنه رح نلعب 1v1 تتحداني وكذا، فهمت؟ لعبوا 1v1 إيزي بيزي عادي، رح يتقبل نوبرو التحدي لأنه فاتح بث مباشر، ضروري أنه يتقبل التحدي غصبا عنه. وهذا التصوير من البث المباشر تبع نوبرو. لا تنسوا أنه لعب بي سي ضد لعب هاتف، لكن نتيجة 7-0 نتيجة قاسية جدا. أوكي شوفوا شباب، شوف ضربوا هيت شوت نوبرو، اوكي بس قتلوا هيت شوت وايت ولا بالاحلام، فهمتوا؟ شيء مستحيل يسوي اي انسان. وردة فعل نوبرو كمان كانت اسطورية وخلت الفيديو ممتع جدا. هنا وايت انفجر. بتعرفوا شو يعني كلمة انفجر؟ 1.4 مليون لايك. خلينا الحين من جولة النوبرو اللي خلاته ينفجر. شوفوا وايت ما نزل كثير فيديوهات، شوفوا بداية وسط نهاية هذا كل شيء. خلينا نحلل شخصية وايت بكل سهولة. الحين راح اخليكم تستمتعوا، لسه يا شباب لسه ما وصلنا لذروة الاستمتاع. وايت لعب ضد النوبرو 17 مليون مشاهد، لعب ضد بلاك خلف بعض، اوكي خلاص صار هو اللي انشأ ستريم سنايب. تخيلوا، ما اقول لكم هو اللي انشأ ستريم سنايب في العالم، لا ما اقول هيك، اوكي مشان ما تقولوا الصحراوي نوب اصلا مو فاهم شو يعني كلمة ستريم سنايب. وايت هو اللي انشأ محتوى فري فاير ستريم سنايب مع لاعبين برازي، فهمتوا؟ هذا هو قصدي. بعده اجوا يوتيوبر ثانيين وعملوا نفس المحتوى، يلعبوا ضد نابرو ضد كثير اسماء، بس ما راح ينفجروا مثل انفجر وايت لانه هو اول شخص عمل الفكره. شوفوا تحدى بلاك 444 اللي كنت اقول لكم اللي هو القدوه تبعه، اوكي اللي اخذ منه الاسم اصلا. شوفوا كم جلدوا يا شباب، شوفوا كم جلدوا، 6-1 لوايت باي. شوفوا دمه مات هيت شوت، دمه 5 وضربه هيت شوت ما ضربه اصلا. هون وايت انفجر، نفس السكين نفس الملابس نفس الحساب اللي لعب به لنوبرو ولعب به البلاك ولعب به لستايلو اللي هو الشخص اليوتيوبر المشهور الثاني تبع البرازيل، هذا هو. اوكي شوفوا 17 مليون 4.5 مليون 5 مليون تقريبا، وهون 4 مليون. خلاص وايت انفجر، نزل لهم فيديو بعنوان هاك، صار يسوي ستريم سنايب. شوفوا هو لما اقول لكم هو اللي انشا ستريم سنايب يعني هو اللي انشا ستريم سنايب، صار يسوي ستريم سنايب على يوتيوبر مشاهير كمان يا شباب. شوف شباب هون وايت تخطى مرحلة اللعب، خلاص صار لعب غير عادي حرفيا بمعنى الكلمة، صار يسوي أشياء ما يسويها أي إنسان. هون وايت استغل هذا الانفجار اللي صار عنده، الانفجار هاد خلى وايت يلمع، استغل هذا الاشي صار ينزل فيديوهات غير عادية، تبند حسابه من الشركة، كثير يوتيوبر اتهموه بالهاكر مشاهير، وهدول اليوتيوبر المشاهير كانوا منافسين يعني في محتواه، وهدول اليوتيوبر بالعكس ما ضروا وايت، خلوا وايت ينشهر اكثر. هذا هو السبب اللي خلوا وايت رقم واحد، بس مش هذا هو السبب الرئيسي. كمان في الوقت الحالي صار في سبب اكثر من هذا السبب اللي انتم شفتوه كله اكثر من اليوتيوبر. مثلا خلونا نشاهد هذا الفيديو، راح اعطيكم هيك شيء لمحة اسطورية، شيء ينعاد في كل فيديوهات وايت وانتم ما تنتبهوا عليه. اوكي يلا هيت شوت، هيت شوت، اوه ام بي 40 بس، اوكي ام بي 40 وان شوت، ام بي 40 وان شوت. تعرفوا ايش يعني ام بي 40 وان شوت؟ هذا الشيء خلى كثير يوتيوبر مشاهير عملوا رياكشن على هذا الفيديو، كثير يوتيوبر شاهدوا هذا الفيديو، كثير ناس تقدم محتوى جلد شاهدت هذا الفيديو، كثير ناس عاديين شاهدوا هذا الفيديو، كثير نوبات محترفين شاهدوا هذا الفيديو. يبين لك انه وايت جاب حركه جديده في اللعبه. اوكي مش بس هيك، خلونا نشاهد الفيديو اللي بعده بالضبط، هذا هو الفيديو اللي شفته الان، شوفوا الفيديو اللي بعده بالضبط، اوكي جاب مشاهدات اكثر من هذا الفيديو. بتعرفوا ليش؟ خلوني اقول لكم ليش، لحالك تكتشف ليش. مقدمه في الانترو، انترو اوكي ما يخليك تشوف هذا الفيديو النهايه. اوكي شاهد معي، شاهد ورا، جاب لك انترو، جاب لك حركه جديده. كلياتكم شفتوا هاي الانتروات سووها كثير يوتيوبر، لكن في هذا الوقت قاعد احكي انا على سنه، دقيقه، بدايه 2021 مش 21، بدايه 2021. شوفوا شباب هو اللي جاب الفكره،
كل الناس لما شاهدت هذا الفيديو شيء ما شاهدته من قبل، اكيد راح يدهني هذا الشخص حتى لو كان يضرب هيت شوت. كل الناس تضرب هيت شوت، بس عطيني اضافه اهم من الناس الثانيين. شوفوا شوفوا، والله شيء خرافي، والله شيء خرافي، شيء خرافي. شوفوا شوفوا هاي الحركة تبع المونتاج اللي انتم تشوفوها الحين كانت ترند، نزلت الحين وايت سواها، هو اول شخص سواها في العرب، ما اقول لكم في العالم، في العرب، فهمتوا؟ شوف الحين بدأ ستايل تبع انك تعمل مونتاج، تقسم الثلجات، تقسم الشخصية على 4 6 10، فهمتوا؟ الحين بدأ. شوفوا شفتوا شباب، كل فيديو يعطيك إضافة جديدة. مش بس هيك، شوفوا السبب اللي خلى الناس كلها تتأكد انه هذا الإنسان غير عادي وهو رقم واحد وراح يبقى رقم واحد. ليش؟ لأنه هو أول شخص بدأ في هذا الستايل، وما راح يجي أي إنسان يتغلب عليه حتى لو ما ينزل فيديوهات لمدة 5 سنوات حرفيا، إلا إذا جاء إنسان في هاي 5 سنوات وسوى أشياء مجنونة أكثر من وايت. شوفوا هذا الفيديو اللي صدم الجميع، اوكي، هذا الفيديو اللي جاب مشاهدات اكثر من الفيديو اللي لعبه ضد نوبرو. نوبرو مع النوبرو جاب 17 مليون، هذا فيديو عادي، فيديو تبع وايت لحاله لقطه جلد 19 مليون. تعرفوا ليش؟ خلوني اقول لكم. خلاص عرفتوا الان ليش وايت هو رقم واحد. شو هو الشيء اللي شفتوه الحين؟ بس الاذكياء راح يعرفوا الشيء اللي راح يخلي وايت انا اعترف له انه رقم واحد. في كثير ناس راح يصيروا يقولوا واو ايم اسطوري، انا ما يهمني الايم. في كثير ناس يجيبوا هيت شوتات احسن من وايت، واو موف مو اسطوري. في كثير ناس عندهم سرعه وموف مو اكثر من وايت، مثلا مستقعد. انا شخصيا بالنسبه لي هذا رايي الشخصي، واحتمال انت راح تتعارض معه، لكن انا بالنسبه لي مستقعدين هو اسرع لاعب في العالم، مش بس في سيرفر مان. شو هو الشيء اللي خلاك تنده؟ جاب لك حركة جديدة، جاب لك فكرة جديدة، شيء ما سواه ولا إنسان، وأنت كان بعقلك بس ولا بمرة فكرت أنك تجرب أنك تزبط. إذا كان يستعمل هاكر أنا ما أوكي، كان يستعمل هاكر أو ما كان يستعمل هاكر، أنت لو أعطيك هاكر، أنت شخصية اللي تنتقد وتقول وايت يستعمل هاكر، والله لو أعطيك هاكر مش راح تسوي هذا الشيء، لأنه الهاكر راح يعطيك هيت شوت بس ما راح يعطيك الفكرة، فكرة طريقة الضرب أصلاً. أوكي شوفوا بعد هاي الحركة الناس اندهلت. انا شخصيا كنت ادخل للايفات تبع ناس مشهورين مثل حشيش بيانال، فهمتوا؟ بدون ذكر اسم. بعد هذا الفيديو صاروا يجربوا، يلا يقولوا يلا نجربوا، يدخلوا رومات ويجربوا، اوكي يجربوا، يلا يجيبوا معهم سكواد، يصير هذاك السكواد يمثل مشان يزبطوا لقطة مثل هاي اللقطة. عرفتوا ليش قاعدين يحاولوا انه يزبطوا هاي اللقطة؟ مش مشان يصيروا احسن من وايت، لانه وايت هو اللي جاب الفكره اصلا، فهمتوا كيف؟ لهيك الناس كلها صارت تنتظر فيديوهات وايت بفارغ الصبر مشان تشوف الشيء الجديد، ستايل الجديد في اللعبه. شوفوا هاي الحركه، شوفوا شوفوا هاي الرقصه وهيت شوت في نفس الوقت، ولا واحد فكر انه يسوي هاي الحركه. لهيك وايت هو رقم واحد شباب، لأن وايت هو صانع الأفكار في الجلد، فهمتوا كيف؟ هو اللي يسوي. شوفوا 19 مليون مشاهدة وبعدها 14 مليون مشاهدة، أوكي خلاص انفجر شباب، انفجر حرفيا. شوفوا شوفوا الأفكار، شوفوا 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 الأفكار. أوهو في كثير ناس راح يقولوا هذا تمثيل، ما يهم تمثيل، شوف الهيت شوتات المتتالية يا حبيبي، شوف الموف وشوف الحركات الجميلة. شوفوا شوفوا الحين خلاص هاي هاي اللقطة اللي شفتوها الحين في الفيديو اللي فات شفناها هي الانترو، لكن شوفوا الحين، شوفوا الان، شوفوا حطها هي اللقطة الثانية، ما حطها اللقطة الأولى. ليش؟ لأنه خلاص سواها من قبل، ما تهمه، بده يسوي حركة جديدة، أوكي بده يعمل حركة جديدة اسمها حركة وايت، وكل هاي الحركات اللي راح نشوفها الآن هي حركة وايت فقط. فري فاير عملت تحديث جديد، وفي هذا التحديث خلوا سلاح سباس عليه سكوب، ما كان عليه سكوب أبدا من قبل، أوكي
قبل هذا الفيديو. وايد جاتو فكره قال سووا علي سكوب. اوكي ليتس جو نستغلوا ونسوي حركه جديده. بدكم تشوفوا الحركه الجديده؟ هاي هي. ليش وايد هو رقم واحد بدون ما احكي؟ كل ما يجي زمن جديد في فري فاير هو يسوي لك حركه جديده في فري فاير. هذا هو كل شيء. شوفوا مثلا هذا الفيديو. شوفوا شوفوا شباب شوفوا سوى حركه جديده خلى هدول الناس اللي مثلوا معه يقفزوا من خلف الجدار ويضربوه ويقتلهم كلهم هيت شوت. ليش وايت هو رقم واحد في مجال فري فاير؟ اوكي السؤال الذي طرحناه في بدايه الفيديو راح نجاوب عليه الان بما ان وصلنا لنهايه الفيديو. لان وايت ليس انسان، وايت ليس شخص، ولان وايت فكره والفكره لا تموت. الحين كل الناس تنتظر وايت ينزل فيديو جديد مشان يفرجيهم شيء هم ما شافوه عند اي شخص من قبل. المهم يا اساطير لهم قد وصلنا الى نهايه المقطع، اتمنى المقطع يكون اعجابكم، اتمنى انه تحليلي كان اسطوري جدا. ما ادري انتم اكتبوا لي في التعليقات، هذا رايي الشخصي واي انسان بيقدر انه يعطي رايه الشخصي في اي شخص. لا تشدوها وتصيروا تقولوا الصحراوي انت اصلا ما تفهمش هذا الشيء، انا افهم او ما افهم، المهم انا اعطيت رايي الشخصي بصراحه. كلياتكم اكتبوا لي في التعليقات شو رايكم، هل وايد فكره او شخص؟ انا شخصيا اشوفه فكره لانه عمرنا ما شفنا وجهه، عمرنا ما سمعنا صوته، وما عنا نعرف اصلا اذا كان صغير او كبير او شباب عجوز. المهم يا اساطير اتمنى المقطع يكون اعجبكم، لا تنسوا تدعموني بلايك، كل الحب لوايت لكل الناس اللي تقدم محتوى اسطوري في فري فاير، حتى كثير اسماء اوكي منهم اصدقائي واحبكم. اشوفكم بالمقطع القادم، انا رحت. We'll be right back.